السلام عليكم. وعليكم السلام عمي ابو عصام. اطلع برات البواكي يا فتحي. روح عمي. امرك عادي. شو جاي تساوي هون؟ لك عين تيجي لعندي بعد كل اللي عملته فينا يا بضاي؟ انا ما جاي لعند منك يا ابو شهاب لحتى احكي مشكلتي مع اختك سعاد. هلا مو وقتها. لك هلا شو جاي لعندي؟ ما كان هاد عشمي فيك يا ابو عصام، ما كان هاد عشمي فيك. العمله اللي عملتها فينا كبيره كتير، كبيره كتير يا ابو عصام. انت ما عملت كرامه لحالك ولا لاولادك ولا لاختي ولا حتى الي. اذا مفكر حالك صرت كبير بالحاره فنحن اللي كبرناك. اوعك تفكر حالك رح تضل كبير. نحن اللي طلعناك ونحن مننزلك، سويناك كبير بالحاره، منرجعك صغير بالحاره. كلامك مردود عليك يا ابو شاب. انا جاي عند منك لحتى اقول لك كلمتين وبدك تسمعهم. ما بدي اسمع منك شيء. الله معك. بدك تسمع يا ابو شاب. احكي اللي عندك. زلمة ابو طوني اجى لعند مني امبارح بالليل وجاب معه منه الصراخ. وانا وصلت على بيت ابو نايف ولا صارت بالامان. هو قال لي وصاني لك دير بالك منيح. لمحات هلا وصلوا والحمل جاي بعد يومين. لمحات مرطبين ولازموا النشر على الحاريك. وبيقول لك دير بالك من الايقان السود. وانا من عندهم مني بقول لك دير بالك من العميان المفتحين يا ابو شهاب. الصيف كان مفتح وشايف كل شيء بالحاره. وهو اللي قتل الزعيم. الله معك عمي ابو عصام. مور معلم. روح عند اهلي لابو قاسم بسرعه. امرك. ركض. شو صاير عقيد؟ الأعمى سطيف وينه؟ صار له شهرين ما بين بالحاره. بدي اياه لو كان تحت سابع ارض. وشو بدك منه عقيد؟ هذا واحد على البركه. نحن يلي على البركه. هذا سطيف لا له أعمى ولا له أجدام. كان كل هالأيام عم يدقدس علينا والمي ماشي من تحت رجلينا ونحن مو حاسين. ومن كل بد هو اللي قاتل أب سمير الحمصاني وهو اللي قاتل الزعيم وإله ضلع بكل مشاكل الحارة. معقول؟ مثل ما عم قلك. وبدي اياك إذا شفته ترخيله الحبل وتعمل حالك مالك دريان بشي وأصحك حدا يدرى يا أبو حاتم لأنه الموضوع سر. لعيونك عقيد. ودير بالك يمكن يرجع يفوت على الحارة بلبس غير لبسه وعيونه مفتحين. باطل؟ اي والله بعرفه من بين 100 واحد. واذا كمشته مالي مخليه يطلع من الحارة عايش. لا انت بس كمشني اياه وترك الباقي علي. عيونك عقيد. مور يا بي. بي الله يرضى عليك. نحن بديروا على البيت. بيك تعبان شوي. بيروح ريح. خير يا بي باك شي؟ لا لا بي لا تقلق. ما بني شي ما بني شي. دير بالك. بي الله يرضى عليك. ايه امرك يا بي. الله يقويك. جيتك ابو حاتم؟ لا. شو بقى ابو عصام مهموم؟ الله أعلم. وانت مو على بعضك؟ ما فيني شيء بس بدي اسألك. تفضل. شفت لي سطيف؟ مين؟ لك سطيف الأعمى ما غيره. شو بدك منه؟ في ناس حكوا لي عنه حكاية ما بتتصدق. قال في واحد ضعفان عم ينازي عجابه سطيف قراله لسه ما خلص قراية قام فسدك مثل حصان. بحياة الله. لا تحلفني ما بحب الحلفان. أنا مشان هيك بدي إياه. في واحد صاحبي ضعفان بدي أخده مشان يقراله.
على عيني وراسي. الله يخلي لنا اياك، مجرد ما شفته او عرفت عنه شيء بتخبرني. معناتها مزبوط حكي يا مزكي. ليش ما بتعرفي؟ لا والله ما بعرف. لكن ليش لهلا ما صارت الخطبة الرسمية؟ يعني ما بتعرفي شو اللي صار؟ شو عاملة حالك جد بعدلية؟ شو بكي؟ والله محتارة، محتارة يا مخاطر. لا تحتاري ولا على بالك، بنات الحلال كتار بالبيوت مستورة. بس أنا بدي خيرية يا مخاطر. صعي لسه ما حدا وإجا وطلبها، بس يا أختي والله محكي بأمر هالبنت. يو هلا أنت متأكدة؟ والله هذا الحكي سمعته من تنفريال العمى. اي والله عيب عليهن. عيب شبكي يا مو؟ يعني لسه ما حدا منهم اجى لعنا. مي عصام او اي حدا من عيلته؟ منشان شو يا مو؟ يعني لسه لهلا ما عرفنا شو صار مع ام زكي وسعاد وعصام. ايه طمني، الا ما تسمعي رده من ام زكي. ايه بس لازم حدا يجي من عنده. العمى معقول يكون نسياني؟ خلاص عدلي حاشني علي، قلت لك ما في نصيب. هلا معتز احسن من ابراهيم. هلا احسن ولا مو احسن؟ خلاص شو جواز بالزور؟ لك لا مو بالزور، بس على القليل عملي لي شويه قدر وقيمه. يو نحن لازم نوقف مع سعاد. شو يعني اذا وقعت العنزه بيكتروا السكاكين على رقبتها؟ إيه والله عيب علينا. إيه والله انا بحبها لسعاد، بس يا اختي خايفه ينخرب بيتي. جوزي حالاته صعبين وراسه يابس، وإذا حتى ما على شغلة بده يعملها لو كل الناس زعلت منه شو عميل؟ الله يصلحه. دايما على هوا صحتين وهنا، وانت إن شاء الله الله هيك بيركز له عقلاته بيهدي لك يا رب. إن شاء الله يا رب. يلا عن إذنك توبري. أهلين وسهلين. إلا ما يقع. هلأ خلينا بالمهم. مرني أخي يلي قلت لك عليه بدي إياه يمشي مثل الساعة. ليشي؟ بدي رجال كفوا لهالشغلة وما تكون العين عليهم. يعني الجماعة أكدوا؟ شو قلنا ساعة عم نحكي لك أبو قاسم؟ عمل لك أبو طوني بعت رجال لعند أبو عصام وجايب معه كل شيء، صرة وإشارة قريبة. وأبو طوني شو عرفه بأبو عصام؟ أنا هيك اتفقت معه، لأنه أبو عصام ما بيشك فيه. بعدين بهاليومين جاي إشارة تانية لعنده. وليش لعنده؟ يعني ما نقدر نغير العنوان قبل ما تجي الإشارة؟ صعب. لمين بدنا نأمن؟ الرجال ما قالوا بديل، بعدين مو أول مرة بيتجرب بهيك شغلة. أبو عصام زلمي أبضاي وكفو بحب البلد، بس لو لهالحملة اللي سواها وطلق سعاد. هذا المكت حسب حسابه لك أبو عصام. بعد ليه والتقليع ولا القيمة والشرشحة. أنا حتى عز أصحابي ما عاد شفته بتعلم الناس. بدي فيها خليني اروح شد ورحل لك هيك ارضى بموجوده وفاضي. اي والله العمى وين بدي روح؟ وهم جميله ودلاله وجوازته ولسه معتز. بدي رجع عصام من لطفي. لسه سعاد وين ابو؟ شو اخرته اخي؟ بطل شيء؟ والله يا اخي من ساعة ما اجى ما اكل شيء، لا عم يرضى يحط بتمه لقمه. سويت له شوربه وما رضى يشرب، حتى كاسة الشاي ما رضى يشرب. لا حول ولا قوة الا بالله. شو بك عصام؟ بك شيء؟ ابوك راح لعند خالك ابو شهاب. لك ليش لا يروح لعنده؟ بدك تسامحيني لاني بدي روح. خلاص بدي هج. خليك انت ومع الاولاد. ما راح خليك تروح. والله بدي روح. خلاص تعبت. انا تعبت. اذا رحت انا لحقتك. طب اخوك صار يهني. خليك مثل ما بعرفك قوي مثل الجوزي قوي، ما تهزك ريح. أنا رجال مش حابة يبكي.
نومت أبو عصام بدكانته فقدتنا كتير، بس كله كوم وهالأعمى صطيف كوم. رحمة الله عليك يا زعيم، رحمة الله عليك. شلون الحارة؟ على كيفك عقيد. انت شو معك سلاح؟ سلاح؟ هاي العصاية. دير بالك على حالك. ليش قال لي دير بالك على حالك؟ ليكون بده يصير لي شيء.